لا يخفى على أحد الآن أن أردوغان يسعى لتحقيق حلم عثماني زائل منذ قرن من الزمن. الرئيس التركي يستعين بأي شيء من خياله الواسع ليوهم العالم بأن تحركاته الاستعمارية لها أساس تاريخي. أردوغان أشار في أكثر من مناسبة إلى أن سبب تدخلاته في سوريا والعراق هو حق اكتسبه بفضل الميثاق الملي التركي. أجبا ميثاق ملي ميثاق ملي kavrarsak ميثاق ملي anlarsak Suriye'deki sorumluluğumuzun ne olduğunu anlarız. Irak'taki sorumluluğumuzun ne olduğunu anlarız. في نهاية الحرب العالمية الأولى عام 1918 تكبدت جيوش الدولة العثمانية الهزيمة أمام قوات الحلفاء، وأجبر قادة إسطنبول على توقيع هدنة مودروس مع أعدائهم. ثم غزت اليونان مدينة إزمير التركية في عام 1919 ليلقي مصطفى كمال أتاتورك مؤسس الجمهورية التركية خطاباً أكد فيه أن وحدة تركيا أصبحت على المحك، وأن الحكومة العثمانية في إسطنبول ضعيفة وعاجزة عن الدفاع عن مصالح الشعب التركي. وبعد سلسلة مؤتمرات ولقاءات أقر البرلمان العثماني الميثاق الملي عام 1920 باعتباره وثيقة ترسم الحدود الجديدة لتركيا بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية. تكون الميثاق الملي التركي من مبادئ ستة، وهي مستقبل مناطق الدولة العثمانية التي احتلها الحلفاء ذات الأغلبية العربية في زمن توقيع اتفاقية مودروس سوف يحدد عن طريق استفتاء. أما المناطق التي لم تتعرض للاحتلال وقت توقيع الهدنة وتسكنها غالبية تركية مسلمة فهي تعتبر وطناً للأمة التركية. وضعية قارس وأردخان وبطوم تحدد من خلال استفتاء. وضعية تراقيا الغربية تحدد من خلال تصويت سكانها. يجب ضمان أمن إسطنبول وبحر مرمرة، وسيتم الإشراف على التجارة الحرة والانتقالات في المضايق من قبل تركيا والبلدان الفاعلة. حقوق الأقليات سوف تضمن حال ضمان حقوق الأقليات المسلمة في البلدان المجاورة. لضمان تطور تركيا في كل المجالات لابد من ضمان استقلال وحرية الدولة وإلغاء كل الالتزامات السياسية والقضائية والمالية على البلاد. بهذه البنود اعترف الميثاق الملي بخسارة الأتراك للولايات العربية، ولكنه استثنى إقليم كردستان بالكامل إضافة إلى شمال سوريا وعاصمته حلب وشمال العراق وعاصمته الموصل، حيث اعتبر الميثاق تلك المناطق جزءاً من الدولة التركية الجديدة باعتبار أن أغلبية سكانها من الناطقين بالتركية. لتثير الخريطة المنبثقة عن الميثاق الملي غضب الحلفاء، فبعد أقل من شهرين من إعلان الميثاق احتل الحلفاء العاصمة العثمانية إسطنبول. ونتيجة تلك الأحداث المتلاحقة وقعت الحكومة العثمانية في إسطنبول معاهدة سفر مع الحلفاء في أغسطس عام 1920، حيث رسمت المعاهدة حدوداً جديدة لتركيا تخالف تلك التي أقرها الميثاق الملي، مع تقسيم الأقاليم العربية والكردية في سوريا والعراق بين بريطانيا وفرنسا. مصطفى كمال أتاتورك يستشيط ورفاقه غضباً ويعلن عدم اعترافه بالحكومة العثمانية في إسطنبول، متهماً إياها بخيانة الميثاق الملي، ليشكل حكومة جديدة في أنقرة وينتصر في حرب الاستقلال التركية اليونانية ويصبح بطلاً قومياً تركياً، حتى نال وحكومته اعترافاً دولياً من خلال دعوة حكومتي أنقرة وإسطنبول إلى مفاوضات السلام في مدينة لوزان السويسرية. في نوفمبر عام 1922 أعلن أتاتورك إلغاء السلطنة العثمانية وحل حكومة إسطنبول، وأكد أن وفد أنقرة برئاسة عصمت إنونو هو الممثل الوحيد للأتراك في لوزان،
وفي الجولة الأولى من المفاوضات ربط عصمة إنونو توقيعه على معاهدة لوزان بالموافقة على بنود الميثاق الملي، الأمر الذي قوبل بالرفض من قبل الحلفاء في يناير عام 1923. أيقن مصطفى كمال أن التشبث بشروط الميثاق الملي والخريطة المنبثقة عنه سوف يؤدي إلى إشعال حرب لا طاقة للأتراك بها، ليفضل التمسك بما حققه من مكاسب في حرب الاستقلال، ويأمر ممثله بالتوقيع على المعاهدة بأي ثمن. وفي الجولة الثانية من مفاوضات لوزان التي انتهت بتوقيع الاتفاقية في 24 من يوليو عام 1923، لم يقبل الحلفاء من مواد الميثاق الملي سوى الفتات، حيث منحت تركيا حكم مدينتي قارس وأردخان، بينما خرجت باطوم من السيادة التركية. فالبند الأول من الميثاق الذي طالب باستفتاء سكان الولايات العثمانية التي احتلها الحلفاء اعتبره المشاركون إصراراً تركياً على إنكار الهزيمة في الحرب العالمية الأولى وخسارة كامل الوجود بالعالم العربي. أما الشق الثاني من نفس البند الذي حاول الأتراك من خلاله الاستيلاء على شمال العراق وسوريا بسبب خلوهما من أغلبية عربية، فإن المجتمعين في لوزان أدركوا سياسات التتريك الممنهجة التي اتبعتها الحكومة العثمانية في تلك المناطق، ورفض البند بالكامل. أما البند الثالث من الميثاق الملي الذي طالب بتحديد تبعية إقليم تراقيا الغربية من خلال تصويت سكانه، أثبت التعداد السكاني أن اليونانيين يمثلون أغلبية بنسبة 63% مقابل 30% فقط للأتراك، ليرفض البند أيضاً. وبتوقيع الاتفاقية في لوزان حسم أمر الميثاق الملي، واعتبره المؤرخون وثيقة متحفية لا يمكن الاستناد عليها لمنح أي حق جديد لتركيا. القادة الأتراك رغم توقيعهم على اتفاقية لوزان بأنفسهم حاولوا بعد تأسيس الجمهورية التركية استعادة ما فقدوه، ففي عام 1939 احتل مصطفى كمال أتاتورك لواء الإسكندرون السوري بعد تسويات سياسية مع حكومة الانتداب الفرنسي في دمشق، ولا يزال اللواء محتلاً حتى الآن تحت اسم يمسخ هويته الأصلية وهو هاتاي. وفي عام 1974 احتل الجيش التركي شمال قبرص مؤسساً لما يعرف بجمهورية شمال قبرص التركية التي لا يعترف بها أحد حتى الآن سوى تركيا نفسها. تلويح أردوغان باستعادة الميثاق الملي يعتبر امتداداً لما قام به أسلافه لتحقيق الهدف نفسه. شنو ميثاق ملي؟ نيه راسس ديو؟ ميثاق ملي gündeme getiren kim? Gazi Mustafa Kemal. Niye rahatsız oluyorsunuz? Bak biz rahatsız olmuyoruz. Misak-ı milli batıdan doğuya. Burada bir tarih yok mu? Burada bu milletin geçmişi yok mu? Niye rahatsız oluyorsunuz? Rahatsız olmayın. فاليوم تمتلك تركيا عشرات القواعد العسكرية في شمال العراق، بينما تنفذ بصورة دورية عمليات عسكرية ضد الشمال السوري، تمهد لسلخه تماما عند رسم القوى الكبرى لخارطة سوريا المستقبلية. وفي بحر إيجا لا يتوقف سلاح الجو التركي عن التحرش بالقواعد العسكرية اليونانية فوق الجزر الإيجية. وفي قبرص تتزايد عمليات التتريك للشمال القبرصي وطمس هويته. O zaman geldiğinde şartlar oluştuğunda tarih coğrafyaya dar geldiğinde misak-ı milli uyanacak. 81 Düzce'den hemen sonra 82 Kerkük, 83 Musul deme hakkının önünde hiçbir güç duramayacaktır. ولا شك أن ثراء تلك المناطق التي يتوزع بينها نشاط أردوغان العسكري بموارد الطاقة التي تفتقدها تركيا بشدة، وما يدفعه للتلويح بالميثاق الملي كوثيقة شرعية لحربه ضد الآمنين، كما أن تشتيت الجنود الأتراك بين جبهات عدة يبشر بنهاية كارثية للدولة تدمر جيشها وتقضي على حكم أردوغان وجماعته للأبد.